اهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقه الجديده من برنامج شخصيات كتابيه في بدايه هذه الحلقه احب ان اقرا لك من سفر التثنيه اصحاح 28 اصحاح 28 في سفر التثنيه ده بيتكلم عن البركات واللعنات لو انت ماشي مع الرب ليك علاقة حقيقية بالرب يسوع تتمتع بالبركات لكن لو انت رافض الرب مش هتتمتع بالبركات هتيجي عليك اللعنات وتقدر تقرأ عن ايه هي اللعنات ايه هي البركات في تثنيه اصحاح 28 من البركات اللي الرب بيديها للشخص اللي عايش معاه هذه البركه اللي مكتوبه في ايه سته تثنيه 28 ايه سته رجاء انتبه الى هذه الايه مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك يعني وانت داخل البيت تبقى مش خايف مش خايف ان في مشكله هتحصل جوه البيت ان في خناق جوه البيت ان مثلا ام تبقى رايحه البيت ومتخوفه من مواجهه مع زوجها زوج راجع البيت ومتخوف من ان في نكد يحصل في البيت مباركا تكون في دخولك وانت داخل وانت داخل بيتك وانت داخل مكان عملك تشعر بانك مرفوع تشعر ان الرب معاك ده معنى من معاني البركه في دخولك انك تدخل ما عندكش خوف من معاني البركه انك تدخل تدخل بيتك تدخل شغلك ما عندكش هم ما عندكش قلق داخل بيتك وانت مستريح تكون مباركا في دخولك ولما تدخل تصلي عندك مكان بتصلي فيه او حتى وسط البيت وانت بتصلي كده بتكلم الرب داخل يعني الى حضره الرب داخل كده وانت مرفوع المعنويات واثق ان الرب هيديك حاجه واثق ان الرب هيشجعك واثق ان الرب هيكلمك مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك وانت طالع بقى من بيتك مش خايف من زحمه الطريق مش خايف انك تتاخر لا عندك ايمان ان امورك مترتبه عندك ايمان ان الرب باعت ملايكه لتسهيل امورك عندك ايمان ان مفيش حد هياذيك في الطريق خارج من بيتك وانت مبسوط وانت مطمئن ايه عظيمه جدا مباركا تكون في دخولك مباركا تكون في خروجك وانت رايح الكليه مطمئن لو انت طالب رايح الجامعه رايح المدرسه مش متخوف من حاجه معنوياتك مرتفعه عشان واخد بركه من الرب عزيزي المشاهد قول كده باسم الرب يسوع دائما انا مبارك في دخولي ومبارك في خروجي وانا خارج من البيت شاعر باني مرفوع وانا داخل البيت شاعر اني مرفوع مش خايف من حاجه واثق ان الرب بيعالج اخطائي مش طالع ورايح شغل متخوف من نتائج اللي عملته امبارح لا حتى لو كنت غلط ده معنى البركة إن الرب هيرفع معنوياتك ويطمنك ويقول لك ما تخافش أنا معاك وصحيح أنت غلط لكن أنا هحميك من نتائج غلطك عزيزي المشاهد قل يا رب أشكرك أشكرك لأنك أنت معايا وأنا داخل وأنت كمان معايا وأنا خارج أنا مش هدخل لوحدي ومش هطلع لوحدي، أنت معايا في دخولي، أنت معايا في خروجي. آية عظيمة جدا، أصحاح 28 من سفر التثنية، آية 6: "مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك، وأنت داخل معاك بركة من الرب وأنت خارج معاك أيضا بركة من الرب". عزيزي المشاهد بنكمل مع معا التأمل في قصة يعقوب من أصحاح سبعة وعشرين وقلنا إن يعقوب رغم إنه كان ماشي مع الرب لكن كان عنده ضعفات كان عنده عيوب وبانت عيوب يعقوب في أصحاح سبعة لكن الشيء الرائع جدا إن الرب عالج عيوب يعقوب شيء المعزي شيء المشجع ان الرب بيعالج عيوبي ان عيوبي لن تستمر قول كده اشكرك يا رب لانك انت بتغير العيوب بتشيل العيوب من الشخصية الناس يقولوا لا ده فلان ده شخصيته مش ممكن تتغير لكن انت يا رب ما عندكش كده انت تستطيع كل شيء لا يعصر عليك امر لو في عيوب في شخصيتي انا شخصيتي فيها عيوب صعبه قوي قوي لا تعصر عليك انت تعاملت مع يعقوب لانه كان ماشي معاك وشلت منه العيوب اللي كانت في شخصيته اصحاح سبعه وعشرين اتأملنا في هذا الأصحاح وقلنا أن البيت اللي عاش فيه يعقوب رغم أنه ما كانش عنده أخوات كتار يعني هو كان عنده أخ واحد عيسو وهما الاثنين توأم وأبوه وأمه إنما البيت كان فيه انقسام لأن الكتاب يقول أن أمه كانت ميالة ليه وأبوه كان ميال لأخوه عيسو ولاحظ معايا الاشاره اللي بيشاور ليها الوحي لهذه النقطه يعني في ايه خمسه وكانت رفقه سامعه اذ تكلم اسحاق مع عيسو إيه ابنه وكانت رفقه سامعه اذا اذ اسحاق اللي هو الاب مع عيسو ابنه مش مع عيسو ابنهما لا مع عيسو ابنه وبعدين في آية ستة وأما رفقة فكلمت يعقوب إيه ابنها يبقى هنا الكتاب بيشاور ودي حاجة طبعا شفناها مع بعض القصة نفسها بتوضح ده آآ آآ إنما دي إشارة الآيتين دول مع بعض لما نحطهم جنب بعض إشارة إشارة لإيه إن إسحاق ميال جدا لعيسو بيحب عيسو أكتر من حبه ليعقوب ورفقه الزوجه بتحب يعقوب اكتر من محبتها لعيسو فده عمل انقسام في البيت باسم الرب يسوع لو في انقسامات في بيوتنا الرب يحلك تنتهي باسم الرب يسوع ما يبقاش في انقسامات في البيت وتحزبات والاب معاه مثلا ابنه ده وابنه ده والام معاها مش الابن الثالث والرابع لا بيوتنا باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع تشفى من مرض التحزب تشفى من مرض الانقسام باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع وشفنا في القصه دي أني تأملنا في الجزء ده إن لما رفقه عرفت إن الأب إسحاق هيبارك عيسو اه اتجننت وصارت وابتدت اه تفكر ازاي تخلي الأب إسحاق بدل ما يبارك عيسو يبارك ابنها اللي بتحبه يعقوب ولأن اه البيت ما كانش فيه وحده ما راحتش كلمت إسحاق وقالت له ازاي تبارك عيسو كان ممكن تعمل كده وكانت تفكروا بان الرب قال ان يعقوب هو اللي ياخد البركه مش عيسو كمان حياه يعقوب اعظم من حياه عيسو وده السبب ان الرب بارك يعقوب ان الرب شاف المستقبل ان الرب بيشوف المستقبل زي ما احنا بنشوف الماضي ما فيش فرق بين عنده بين الماضي والمستقبل احنا عندنا فرق احنا بنشوف الماضي لكن ما بنشوفش المستقبل لكن الرب شاف المستقبل وشاف حياة يعقوب وحياة عيسو عيسو ده شخص مستبيح شخص مستاتر ويعقوب ده شخص متزن وشخص يعني ماشي معاه فعشان كده اختاروا ان يكون هو اللي تمشي فيه البركة فيه وفي نسله ويجي منه المسيح لانه شاف المستقبل فهي كانت ممكن تقعد الام مع الاب وتتفاهم معاه تقول له اولا السلوك ما ينفعش بتاع عيسو ده حتى مستبيح وباع البكوريه بتاعته باكله عدس ازاي يعني الرب هيدي بركه لواحد ما مش ماشي مع البركه ده ماشي مع الخطيه ازاي الرب مش متناقض ما, ما ينفعش ان انا اعيش بعيد عن الرب واقول ان الرب هيباركني ما ينفعش عايز الرب يباركني يبقى لازم اعيش معاه عايز الرب ينجحني يبقى لازم اعيش معاه ما, ما ينفعش بعيش في الزنا واقول الرب ينجحني والرب يباركني ما ينفعش لان الرب مش هيتناقض مع نفسه هو اله القداسه اه تقول لي انا ضعيف اقول لك الرب هيباركك لكن تقول لي انا مستبيح ومستهتر ومش بتوب ومش بقف ضد الخطيه اقول لك لا يبقى مفيش بركه فكانت ممكن رفقه تقعد مع الاب وتتكلم معاه وتقول له كمان ده وانا حامل الرب عطى كلمه وقال ان الصغير والصغير اللي هو يعقوب هو اللي هياخد البركه كان ممكن تقعد معاه لكن عشان في انقسام وعشان هي بعيده عنه مش بتتكلم معاه لما جه الموقف ما عرفتش بقى تتكلم معاه ما عرفتش تقول وخافت منه ربما او مش عايزه تواجهه وده بدايه الكارثه اللي حصلت بدايه الكارثه اللي حصلت ان ما كانش فيه وحده بين الزوج والزوجه وده النقطة اللي بركز عليها لو ما فيش وحدة بين الزوج والزوجة ممكن إبليس يدخل ويعمل مشاكل ضخمة صلي من أجل أن في وحدة حقيقية وشفافية بينك وبين مراتك وأنت صلي باسم الرب يسوع والعلاقة اللي بين الزوج والزوجة زي ما قلت في حلقة قبل كده ما يبقاش فيها أي خوف زي ما قال الكتاب لما كان بيشرح عن العلاقه بين ابراهيم وساره قال ان النساء يبقوا زيها غير خائفات خوفا البته يعني ما بقاش عندهم اي خوف ما علاقه الزوجه بالزوج ما يبقاش فيها خوف علاقه الاولاد بالاب ما يبقاش فيها رعب من الاب لان شايفينه حنين صحيح وشايفينه كمان حكيم وبيحترموا قراراته باسم رب يسوع باسم رب يسوع بيوتنا يبقى فيها الوحدة ويبقى فيها الشفافية بينا وبين بعض ويبقى فيها المحبة ويبقى فيها كمان الحزم من الأب أو الأم لما الأولاد يمشوا غلط إنما تبقى البيوت اللي بيملك عليها الرب مش اللي بيملك عليها الكذب مش اللي بيملك عليها الانقسام مش اللي بيملك عليها الأرواح الشريرة من بأحزانها بالصراعات اللي بتعملها بيت إسحاق للأسف الشديد رغم أنه رجل عظيم من رجال الله لكن في نهاية حياته البيت كان مش كويس إيه اللي حدث إحنا تكلمنا في النقط دي قالت له رفقة الأم قالت ليعقوب ازاي البركة تروح لأخوك ما ينفعش كده اسمع لقولي فيما أنا آمرك به اذهب إلى الغنم أبوك قال لي ابن عيسو اعمل لي أكل وبعد كده أبرك أباركك روح صد لي حيوان من البرية وبعدين تعالى واعمل لي أكل من الحيوان اللي هتصيد وبعدين أباركك طيب احنا نعمل حيلة اسمع يا ابني لقولي اذهب الى الغنم هات لي جديين اصنع منهم اطعمه لابيك كما يحب فتحضرها فتحضرها الى ابيك لياكل حتى يباركك قبل وفاته. يعقوب قال لا 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 ده شيء خطير قال يعقوب لرفقه امه هو عيسو اخي رجل اشعر مليان شعر وانا رجل املس ممكن أبويا يمسكني كده يجسني أبي فأكون في عيني كمتهاون هيشوفني هو راجل كبير وأنا ابنه أن أنا بتهاون بيه هيدعى عليا او فأ او حتى لو ما ما قالش ها ده هيغضب الرب اجلب على نفسي لعنه لا بركه راحت امه قالت له ايه هو طبعا الكلام اللي قاله صح ميه في الميه لان لما تكرم الاب والام تاخد بركه لما بقى تكذب على ابوك وامك لا هتضر ميه في الميه لان ده نوع من الاستهزاء بيهم يعني خطيه مركبه مش مجرد انك كذبت لا ده انت كذبت ودي خطيه وكمان استهترت بيهم اوعى تستهتر بالاب والام ولو بتنفعل عليهم وبتغضب عليهم لا لازم تتوب وتقول يا رب خليني اكلم الاب والام بلغه الاحترام بلغه التقدير يعني ما ينفعش تبقى بتكلم باباك وتقفل في وشه السكه او تزعق في مامتك حتى لو هي بتثيرك تقول لي ما انا بنفعل انا بغضب طب وماله تعالى للرب وقول له يا رب انا بغلط في علاقتي مع الاب والام وانت شيل مني هذه الانفعالات وبكل تاكيد لو صليت هذه الصلاه من قلبك هتلاقي نفسك لما بتتكلم معاهم مش بتنفعل حتى لو اثروك وبتبقى لطيف لاني لما تعامل اهلك بلطف باحترام بتقدير بتاخد بركه انما لما تتعاملهم باستهتار باستهزاء لا بدل ما هيبقى في بركه هيبقى في نتيجه صعبه للاستخفاف بكرامه الاب بكرامه الام. ده الكتاب بيقول كده فهنا يعقوب قال اجلب على نفسي لعنه لا بركه. طبعا الغلطه اللي عملها يعقوب انه ما قالش ان ده يزعل الرب يعني هو بس اللي خايف منه نتيجه الخطيه ده مستوى سيء يعني الاصول اللي بيمنعني من الخطيه مش نتيجتها اللي بيمنعني من الخطيه انها بتزعل الرب يعني واللي بيخليني امشي كويس واخدم الرب مش علشان اتبارك هي دي نتيجه انما الدافع بتاعي لازم يبقى بيكون انا بعمل ده عشان بحبك يا رب بحبك يعني الحب لازم يبقى الاول ليك عشان تعيش للرب وعلشان ما تقعش في الخطيه الحب الحب احبه لانه احبني اولا بحب الرب زي ما قال بولس عن الرب الذي احبني واسلم نفسه لاجلي عشان كده مش هعيش لنفسي اعيش لي الدافع هو ان انا بحب الرب هو ده الدافع بحبه لانه فداني لانه مات من اجلي لانه بيحبني محبه لم يحبني بها احد هو ده الدافع اللي يخليني ما اعملش الخطيه ان انا بحب الرب الدافع اللي بيخليني اخدم الدافع اللي بيخليني ادي فلوس للفقراء في واحد يقول لي انا بدي فلوس للفقراء وللخدمه عشان الرب يباركني ماديا اقول لك دي نتيجه اه صحيح من يزرع بالبركات بالبركات يحصد لما بتدي الرب بيديلك 100% لكن ده ما يبقاش الدافع يعني يعني اوعى يكون الدافع بتاعك انك انت بتدي عشورك عشان تتبارك في بالفلوس أقول لك دي نتيجة عيب إن ده يبقى الدافع بتاعك إنت بتدي الرب عشان بتحب الرب ده الدافع بتاعك الدافع هو الحب عشان بتحب الرب وكل ما تبقى درجة محبتك للرب بتزيد عطائك بيزيد صحيح لما بتدي لعمل الله وبتدي آآ آآ للمساكين صحيح بتتبارك ماديًا لأن ده قانون إلهي من يزرع بالبركات يحصد بالبركات لكن اتمنى ان ده ما الدافع بتاعك انما اللي بيحركك انك انك تدفع هو الحب يعني الارمله اللي دفعت اللي ما كانش عندها حاجه غير الفلسين حطتهم للهيكل الدافع بتاعها ايه؟ انها بتحط فلسين عشان تاخد الرب يبعت لها بدل الفلسين دول مثلا مئات من العمله دي لا الدافع بتاعها انها بتحب الرب ده حطت الفلسين طبعا كان عندها ايمان ان مش هتضيع والنتيجه بقى انها تبركت ماديا فهنا النظرة بتاعت يعقوب ان انا خايف أكدب على ابويا لاني هتضر مش خايف أكدب على ابويا لاني ده يزعل الرب لاني انا بحب الرب لاني انا مش عايز ازعله عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع تاخد نقله في محبتك للرب ودايما بتقرب من الخطيه عشان الرب ده غالي عليك كنت عارف ان الخطيه دي بتزعله مش عشان نتيجه الخطيه واحد يحصل لك كذا في شغلك واثنين يحصل لك كذا في صحتك وهتجيلك امراض صحيح الخطايا بتجيب امراض لكن مش عايز يبقى خوفك من الامراض هو اللي يخليك تقرا من الخطيه انا عايز محبتك للرب محبتك للرب لاني الرب حبك جدا 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 صلي معايا لو هتقول يا رب بالروح القدس عايز احس اكتر بمحبتك ليا وعايز بالروح القدس احبك اكتر احس بمحبتك اكتر واحبك اكتر وعزيزي المشاهد صلي هذه الصلاه دائما لان ده العلاج ان محبتنا تزيد للرب لما محبتنا تزيد للرب بسهوله هنهرب من الخطيه وهيبقى عندنا طاقه لمقاومه الخطيه فهنا يعقوب شوف المستوى طبعا اكيد مستوى المؤمن في العهد القديم نتوقع ان يكون اقل من مستوى المؤمن في العهد الجديد لان احنا عندنا نور اضخم بكثير من اللي كان عند يعقوب عندنا نور عندنا النور اللي هو الكتاب المقدس ما كانش عنده عندنا نور فالنور بيفهمنا وعشان كده لازم مستوانا في علاقتنا مع الرب يبقى اعلى من مستوى يعقوب وده اللي قاله الرب ان اقل واحد في العهد الجديد اعظم من اعظم واحد في العهد القديم اللي هو يوحنا المعمدان عشان النور وعشان المكانه اللي لينا في المسيح احنا في العهد الجديد مكانتنا اعظم من مكانه المؤمن في العهد القديم عزيزي المشاهد باسم الرب يسوع تزداد في محبتك لي اكثر واكثر كل يوم باسم الرب يسوع تكون دائما في الارتفاع في محبتك للرب الى اللقاء في الحلقه القادمه الرب معك إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الأسد في الخارج هديه مجانيه من خدمه انهار الحياه عند تلقي مراسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تاجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بايه استفسارات او طلبات خاصه نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليوبوليس القاهرة جمهورية مصر العربية أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012 2 577 88 واخيرا ندعوكم لمتابعه ما يقدمه موقع خدمه انهار الحياه الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org الرب معكم والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج شخصيات كتابيه.